إذن حياكم الله مشاهدينا في فقرة ترند ليومنا هذا. في هذه الفقرة حنتكلم اليوم عن الفنان الرائع حسين محب وكيف يغني لصنعاء من تحت برج إيفل في باريس. فنان صراحة أنا أحب صوته وأحب أداءه وحبه حتى للأغنية اللي بيغنيها. أنا في أغنية صراحة بحبها جدا لحسين محب أنت روحي. أنت روحي حق حمود السبيع صراحة. مش حسين محب من أجمل الأغاني. أنا سمعتك بس يمكن أنتي نسيتيها من أول يوم شفتك فيه. بالضبط هذه الأغنية. أنتي شبكتي تخربطوا علينا الأغاني ولكن كلهم أصوات يابانية جميلة في النهاية. والفنان حسين محب والفيديوهات اللي كانت من برج إيفل بالتأكيد حازت على إعجاب كثير من الجمهور اليمني المحب لهذا الفنان وأيضا أثنوا على صوته وأثنوا على نقله الأغنية اليمنية حتى من تحت برج إيفل. نتابع صنع اليمن ثانية مع الفنان حسين محب. طفت لبنان وزرت القاهرة والجزائر قطفت لبنان وزرت القاهرة والجزائر صنع اليمن ثانية صنع اليمن ثانية صنع اليمن ثانية صنع اليمن ثانية ما مثلي صنع اليمن كلا ولا أهلها صنع حاوت كل فن. الله عليك يا حسين وأكيد صنع حاوت كل فن. فن الإبداع فن التراث وأيضا فن الرسومات في صنعاء القديمة. الجميل في حسين أنه وصل إلى باريس. في تعليقات كانت بتقول له يعني أنت وصلت لباريس وعدك جاهز تغني على صنعاء. هذا الإنسان اللي محب البلاد، هذا الإنسان اللي منتمي لصنعاء ومنتمي حتى للمحافظات اليمنية بشتى أنواع المحافظات اليمنية. نعم. هذا هو الفنان الجميل حسين. نعم إذا برج إيفل وصوت حسين محب هذا الصوت اليمني كان يصدح في برج إيفل ويغني لليمن. وكما ذكرنا من قبل أنه كثير من اليمنيين يعني أعجبوا بهذه اللفتة الرائعة لحسين محب. هنشوف عندنا تعليقات كثيرة كانت تتكلم على هذه الأغنية. خلونا نشوف مجموعة من التعليقات أيضا اللي كانت موجودة معنا في هذه الأغنية. وبداية كانت من محمد الحربي بيقول خيرة الله عظم الله أجرنا كملوا فنانينا هربة للخارج من الوضع اللي ما يطمن مستقبلهم. أنا ما جهزت هذا التعليق عموما ولكن عموما بيتكلم أنه فعلا يعني خرجوا كل ما حد بيتفنن وبيبدع وحتى في كل المجالات فنية كانت أو حتى تكنولوجية بيخرج من بلادنا. ربما هي الأوضاع في البلاد للأسف يا سماح بدهم دعم بدهم دعم الفنانين ولكن ممكن حسين محب فقط في زيارة في سياحة وممكن يرجع لليمن. هو مستقر حاليا في القاهرة ولكن فعلا ممكن إن شاء الله يتحسن الوضع ونرجع كلنا إلى إن شاء الله. هو فعليا كانت في كثير من التعليقات الإيجابية والتي أثنت على حسين محب وغنائه للأغنية اليمنية من قلب باريس. ولكن أيضا كان في تخوف إنه من معظم الناس إنه الفنانين اليمنيين خلاص كلهم خارج اليمن وكلهم بعيدين عن اليمن. هذه مجمل التعليقات كانت. أيضا نأخذ تعليق جديد معنا. ماجد الكريمي كتب نورت يا أبو حبيب وربنا يسعدك. نعم. عبد الحكيم العديني كتب له أيضا للفنان حسين محب عيش حياتك لا تضيع لحظة واحدة في الوجود الزمن لو فات بعمرك مستحيل يرجع من جديد. أعتقد هذه نصيحة لنا جميعا. نعم. مش فقط للفنان حسين محب. صحيح. أيضا معنا أم المؤيد بتقول يسعد من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله. الله يوفقك يا حسين ويسعدك. المهم خلي العالم يعرفوا غلاوة وحلاوة الطرب اليمني. جميل جدا. أيضا في كثير تعليقات. محمد عبد المغني بيقول إلى الأمام أيها المبدع الراقي حضوركم في الساحة العربية الفنية بمثابة سفير الفن اليمني بنكاة حقيقية وشبابية ونثر الطابع اليمني الآن هو مهمتكم. تقبل تحياتي يا سفير الأغنية اليمنية. هذا كل الكلام توقع قليل بحق حسين محب ولكن عموما جميل أنه ناس كثير تكلموا على هذا الموضوع. في تعليقات كثيرة سمح إذا سمحت لي. كان في تعليق قال من سارة حسين قالت كان نفسي أغني لصنعاء وأنا في برج إيفل لكن حسين محب سبقني. نعم. حسبي الله. بس عموما يعني من التعليقات الكوميدية. وفي تعليقات قالت أصيل فديته عكس اللي نكروا أصلهم. نعم. ربي يحميك يا حسين محب. وأيضا هذا هو التعليق اللي كان موجود. نعم. حق منى طارق أو منتهى طارق. منتهى طارق كتبت أصيل فديته عكس اللي نكروا أصلهم ربي يحميك. نعم. أيضا الفنان حسين محب عند برج إيفل غنى أغاني أو أغنية ثانية سر حبي فيك غامض هذه من أشهر أيضا الأغاني الجميلة. كان أيضا نعم. صوت فن بصوت حسين محب صاغها الرحمن. نعم. من أحلى التحف. كانت الأغنية هذه بتوقع بتغزل في برج إيفل عموما يحق اللي يتغزل فيه. نعم. صار نسمع الأغنية. صاغها الرحمن
احلى التحف. انت في الدنيا قضية ما تحملها ملاف. انت اغلى اسم في قلبي رباعي الحروف. لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا ما فيك معروف. الله عليك احسن. وهي ايضا تحية للفنان الله يرحمه يا رب ابو بكر سالم بالفقيه مغني وصاحب نعم. هذه الأغنية الجميلة. نعم أيضا يعني كان معنا العديد من التعليقات التي أثنت وشكرت الفنان صح. حسين محب على هذه الفيديوهات الجميلة. هي فيديوهات مفرحة بالنهاية نعم. صوت يمني يصدح جميعا صراحة. وأغاني يمنية تصدح بقلب العاصمة الفرنسية باريس. أيضا رو سامو كتبت هنيت له كل يوم يتصور بين هو آدمي يستحق الاحترام. كتبت فعلا يستحق كل الاحترام. أيضا عيوش درويش بيقول ما تحس بقيمة صنعاء وأهلها إلا إذا خرجت منها. أتفق معك تماما يا عيوش مع هذا الكلام. وأكيد إن شاء الله يكون كل الناس اللي بيخرجوا من صنعاء واللي موجودين من صنعاء واللي موجودين حتى في اليمن افخروا بتراثنا وافخروا باليمن وبأمجاد اليمن وبتاريخ اليمن وأيضا بأبنائها اللي الآن شغالين الحمد لله في شباب مبدعين بيظهروا كثير منهم كان الفنان حسين محب. نعم إذن تحياتنا للفنان حسين محب وإجازة ممتعة نتمناها لك في نعم. العاصمة الفرنسية باريس. وشكرا أيضا على هذه الفيديوهات المفرحة في الأغاني والطرب اليمني الأصيل.